مالكم تتأثرون بشيء، فالمحاضرات مثل ما تنزلها بغداد راح اجيبها وانطيكم اياها، عرفتوا عني؟ حتى تشوفون، شكرا جزيلا، حتى تشوفون اسم الاستاذ راح يبقى على المحاضره، ما راح يعني كل شيء ما لي اي علاقه بالماده كمحاضره كشيء ينزل، عرفتوا؟ انا اللي حجيكم بالخامس مسؤوليتي انه اشرح لكم المحاضره، اوضح لكم شنو قصدهم من اخذهم من فلان مصدر. اكو محاضرات راح تجي مو مقنعه وصعبه، يعني انا مثلا لو اسويها اسمها بطريقه اوضح واسهل، واكو محاضرات لا والله حتشوفوها وافيه، زين عيني؟ المهم بكل الحالات مسؤوليتي انه اوضح لكم اياها واسوي المجهول الكل يصير معلوم، والسهل الصعب يصير سهل، بس تشوفوها هي كلش من تفتهموها، حتى عندنا محاضرات بها فيديوهات، عرفتوا؟ يعني محاضراتنا مال الخامس كلها تطبيق عملي، ماكو فد شيء نظري، عرفتوا؟ تشوفوها معلومات علميه بس هي كلها ترى تطبيق عملي. ابسط شيء اليوم هذه اول محاضره انا افتتح بها الموسم هي شنو هي كلاسيفيكيشن اوف ايدنتشاليزم. من شان عندنا بيشنت كلاس بيشنت ايدنتش بارشال ايدنتشاليزم الصف الرابع. تريدون تتفاهمون ويا دكتور سامي وياي شو تقولون انتم؟ دكتور تريدون توصفون الحاله مو تعطوها كلاسيفيكيشن؟ دكتور هي كلاس 2 البيشنت هذا كلاس 1 من قلتوا لي كلاس 2 اعرف انه يونيلاترال فري اند قلتوا لي كلاس 1 اعرف انه باي لاترال قلتوا لي كلاس 4 عرفت انه ميسنج بس عندي سيجمنت وحده والميدلاين انكلودد صحيح قلتوا لي كلاس 3 عرفت صارت سهله الكيس بينما كلاس 1 و 2 صعبه كلاس 2 اصعب شيء بالنسبه لي هاي شلون حاعالج الهياله شلون اسوي له ديزاين عرفتوا مين عرفتها صار كوميونيكيشن بيني وبينكم عن طريق الكلاسيفيكيشن فهمنا نجي للكومبليت دنتشر البي كلاسيفيكيشن منطقيا لا مو صح منتجون عليه هو كله ما عنده اسنان هو كومبليت باعتبار احنا خامس راح نشتغل كومبليت وسنجل سنجل هو شنو انه عنده ارتش واحد من الارتشز ما بيها اسنان والثاني بي اسنان سواء هي بارشل او بريفيوس كومبليت مو انا حشتغل له ارتش واحد ما راح اشتغل له اثنين على الشرط الثاني بي اسنان مو ما بي عرفتوا حتى لو واحد لا إيه اكيد اذا سن واحد هذا يحسب سيمي كومبليت فهذا هم محسوب على الكومبليت بس اذا بي سن واحد اكيد انا لازم اسوي له اسنان بس شنو قصدي انه السنجل شو وقت ينحسب سنجل كومبليت دنتشر نسميه من انت دا تشتغل ارتش واحد الارتش الثاني ما دا تشتغله مو لانه البيشنت ما يريد مثل هاي الاساطير مالتكم من طالب منكم يجيني يقول لي دكتورة هاي يوم الانسرشن انصدم اني اشي سلم له بس قطعة واحدة اقول له وين القطعة الاخرى تقول لي دكتورة هو مراد ماكو شيء اسمه هو مراد من حي لبسه ويبدي ياكل عليه وبالاكل بس يوقع ترى راح يجي يقرع راسك عرفتوا ومن انتم ما تجاوبوا راح يبدي يخابر وما تجاوبوا طبعا راح يبدي يجينا للكلية يقول فلان طالب سوالي وعافني عالنص عرفتوا شنو وحقه لانه هو بالنسبه له راتفه شيء تخيل انه اذا اسوي له قطعه واحده اسرع مما لو اسوي له قطعتين ما يدري انه هي نفس البروسيس زين فمو اني لانه البيشنت ويل بيشنت راد انه اسوي له قطعه واحده والقطعه الثانيه اعوف الهيال لانه عنده كم سنه لا احسب حساب افهمه اي هاف تو ادوكيت ماي بيشنت فاسوي له بارشل ما محسوب كومبليت بس اني لازم اسوي الاذر ارتش لازم يكون جاهز انه يستقبل كومبليت كومبليت عندنا ريتينشن مالته يكون نوعيتين ريتينشن اول ما البس الهيا البسه راح يثبت بحلقه بس عندي دايناميك ريتينشن هذا المصيبه العظمى من يدي ياكل عليه الريتينشن اللي انا مسويته راح يروح اذا الاوكلوجن مالتي غلط عرفتوا لذلك الكومبليت دنتشر كلش تحدي مو صعب بالعكس انا اشوفه مرات اسهل من البارشل زين واحلى بس وين التحدي؟ التحدي انه احصل ريتنشن بالاكستنشن بالانتيميت مال كونتاكت هذه الفاينل امبريشن حصلت ريتنشن. حلو جبت الدنتشر قعدت بحق البيشنت بيوم الانسرشن يخبط يجنن زين؟ واني فخوره بيه وفرحانه وهاي طلع المريض. ثاني يوم يجيني يبكي. دكتوره ما اقدر اكل عليه بس اكل يوقع. هنا يجي شنو عندنا؟ شنو هذا اللي يصير؟ ايش تبون تتخيلون دخل اليوم؟ عافيه بالاوكلوجن عافيه عليك. بالاوكلوجن اكو عندي خطا عرفتوا؟ اكو امبالانس بحيث من يدوس منها هاي المنطقه مدى تنداس منها فراغ صار عندي المرضى شو يسموه يقولون يقبون يعني شو بس عندي تيبنج لان الاوكلوجن مالتي مو انهارموني المفروض احنا بالكومبليت دنتشر كل اسنانه تطبق كل الحركات سوى هيك المفروض عندي اني ادجستبل ارتكوليتر او سمي ادجستبل ارتكوليتر واحركه واشوف عرفتوا؟ المفروض اني كل الاسنان تطبق في كل الحركات
بالناتشرال تيث احتاج هاي الحاجه لو ما احتاجها؟ يا شاطر يقول لي بالبارشيال او بالناتشرال تيث. هسا احنا ناتشرال دنتيشن احتاج كل ليش ما احتاج؟ ما راح ليش ما راح توقع؟ شلون عندنا اوفر اربشن لاسبات اولا زين، بس شنو عندنا فد شيء اهم؟ هسا انتوا ناتشرال دنتيشن اوفر اربشن دكتور هو هو عافيه هي اسنان ثابته مو مثل هناك، هناك اسنان كلها قاعده على قاعده واحده مو صح؟ فاللي يجري هنا يجري على الكل، بينما بالناتشرال تيث ناتشرال دنتيشن الاسنان قاعده كل واحده بالسوكت مالتها. اذا عندي ديس هارموني بالاطباق بالناتشرال تيث شو يصير عندي؟ اسنان تطبق صفحه صفحه ما تطبق. بالناتشرال دا احكي تي ام جي، هاي واحده من الشغلات. بعد شنو ممكن يصير؟ رسيجن عافيه يصير. بعد شنو همين يصير عندي؟ عافيه اسنان يصير بها ويرين مو صحيح؟ هاي كلها ليش يصير؟ يجيكم بيشنت يفتح حلقه اسنانه كلها كامله من الايت للايت، فتح حلقه تشوفون كسباته هاي الصفحه كلها طايره مثلا هاي الصفحه، او تشوفون كالكولس هاي الصفحه هوايه هاي الصفحه ما بيها نظيفه زين، او تلزمون هنا كليكين كلش قويه تي ام جي طق 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 طق، فمعناها شنو؟ لا اكو مشكله، معناها عندي اني دس هارموني بالاوكلوجن عرفتوا؟ بس ما توقع له، ما توقع له اسنان، توقع له بعدين باثولوجيكال تشينجز اوكي، بس هسه حاليا ما توقع. بالكومبليت دنشر او سيمي كومبليت من اسنان يكون عنده قليله الناتشرال، لا احتاج احصل هارموني بالاوكلوجن على مود الدنشر مالتي لا يوقع. وصلت الفكره؟ هذا التحدي مالتي من اسوي كومبليت دنشر. بالفاينل امبريشن شلون اطلع ريتنشن؟ طلعت ريتنشن يخبط. بعدين بالترايل او يوم الانسرشن شلون احصل هارمونيوس اوكلوجن؟ عرفتوا؟ دكتور السيمي كم سنه نسميه؟ شلون؟ حسب مثلا انا بالنسبه لي مرات اكو سنين احسبها سنين، مرات اكو ثلاثه، بس شنو ثلاثه؟ على فكره اذا عندك سن هنا وسن هنا 7 ب 7 انا هاي ما احسبها سيمي كومبليت، لان عندك اسنان اذا قويه خاصه صار عندك كلاس 4 عرفت شلون؟ رج زينه وتخبض هاي، بينما اكو مرات كيسات لا كلش ديفيكالت، هي بارشل وامارات تنحسب كومبليت بتعرفون؟ نجي هي شنو الفكره؟ الفكره انه اريدك تتعلم شلون تاخذ الامبريشن بهيجي حالات، فانت اذا عندك وشلون تسوي السنترك بهيجي حالات زين؟ اريدك تتعلم تريسنج وشلون تاخذ فاينل امبريشن عرفت شلون؟ زين هسه نجي نرجع الموضوع اللي هو الكلاسيفيكيشن سيستم. هسه افتهمنا انه بالبارشال عندي كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 وكلاس 4. بالكومبليت شلون؟ يجي بيشنت تجون تقول لي دكتوره عافيه عندي بيشنت بس ديفيكالت كيس كومبليت هو بس ديفيكالت كيس، اقول لكم شنو الديفيكالتي مالتها؟ يا كلاسيفيكيشن هي مفروض اكو فد طريقه للتحاور بيناتنا، مو انه هو اذا جلسوها هي مو بيشنت كومبليت عندي عرفتوا؟ اكو كيسات كومبليت حلوه وسهله، اكو كيسات كومبليت ديفيكالت وتشالنجز تشالنجينج وواحد يجي يعني تستفزه ويطلع احسن ما عنده، اكو كيسات تقريبا مستحيله تحتاج الى سيرجيكال عرفتوا؟ هاي كلها محاضره اليوم راح نشوفها اللي هي شنو هي؟ الكلاسيفيكيشن. اول شيء احنا الكلاسيفيكيشن مالتنا على الامريكان كولج اوف بروسيدونتست، هي هذه الكلاسيفيكيشن سيستم كلاسيفيكيشن يعتمد على شنو؟ على الدايجنوسيس والفايندينجز، يعني جو جابوا المرضى مالتهم فحصوهم، هذا عنده ايش قد البون هايت؟ هذا ايش قد الفستيبيولر ديبث؟ ايش قد المصل اتاتشمنت؟ شنو نوع الكلاسيفيكيشن مالته؟ الانتر اوكلوزال انتر ارش شو اسمه الريليشن شيب زين؟ وشافوا همينة هي اربع كرايتيريا، اربع نوع الميوكوزا مالته. بناء على اساسها صنفوهم الى كلاس 1 ايدنشاليزم اسهلهم الى حد كلاس 4 اللي هي ذا موست ديفيكالت 1. عاده الكلاس 1 يكون كل المعالم واضحه ومبينه وكل شيء سهل ورجماتي طالعه حلوه ومرتبه، المس الاتاتش جنجبه مالته المسل اتاتشمنت مالته حلو، الفستيبولر ديبث مالته كلش اوكي، المورفولوجي مال الماكسيلا حلوه، كل شيء مرتب زين، بينما او يكون ميديكالي مو كومبرومايز ميديكالي هيلثي هو البيشنت مالتنا زين، نو هيستوري اوف اني ديزيز زين ميديكال كونديشن. بعدين يجيني كلاس 4 هو عاده الموست ديفيكالت 1 اللي ما يكون عنده بون هايت مالته اقل من 10 ملم، اللي يكون عنده المورفولوجي مال الماكسيلا مالته مو كلش واضحه، المسل اتاتشمنت مالته كلش عاليه بحيث يعني المنتال صايره وير ريدج اون ذا كريست اوف ذا ريدج زين. تشوفون كلها
كلاس 3 الاوكلوجن مالته او كلاس 2 زين هاي كلها ديفيكالت بناء عليها ايش سوينا؟ نقول لا هذا هو احتمال صحته العامه كلش مو زينه عاده جماعه الكلاس 4 يكون صحتهم العامه مو زينه فيحتاج نتفاهم ويا طبيب ويا فيزيشن وعاده يحتاج احتمال عاده معظم الاحيان يسوون لهم سيرجيكال كوركشن يعني يا اما يسوون لهم بون اوجمنتيشن زين يا اما يسمونهم فيستيبولوبلاستيز يسوون لهم ديبنينج بالفيستيبولز زين وهاي كلها تحتاج الى اتفاهم ويا الفيزيشن مالته هاي شفتوا شلون بقى قسمناها هو كلهم ثلاثتهم اربعتهم كلاس 1 وابو كلاس 4 وكلاس 2 و 3 هم كلهم ما عندهم اسنان بس صار عندي فد كرايتيريا معايير معينه بحيث اقول هذا كلاس 1 تخمين يعني لا هسه نشوف لا هسه شلون تخمين زين ليش نسوي وين وي كلاسيفاي ليش هذا الكلاس كلاسيفيكيشن ليش تتوقعون ليش اني اقول مثلا هذا كلاس 1 هذا كلاس 2 ليش الشغل يعني شلون الشغل انا اتوقع صح حتى اعرف انه هو اكيد بس انت يعني قصدي ليش تصنف تقول هذا كلاس 1 ليش تنطي اسم فاني اول بالتالي لو كلاس 1 او سوري مثلا شو اسمه مارسيلا مانديبي ريليشن شيب اذا كلاس 1 او كلاس 2 او كلاس 3 زين انا كل الاحوال راح اصفط الاسماء بالطريقه اللي ترحمني بس اقصد ليش دا اسمي هذا البيشنت ترى على فكره دا اقول لكم شغله من دا اقول كلاس 1 و 2 و 3 مو نفسها الكلاس 1 مال انتر بلوزرز مو هاي غير شيء هسه تشوفوها يعني اذا تعرفون هسه تشوفون باو يعني نجي هذا السؤال بعدين خلينا نخلص تذكروني عليه ولا ما انسى ان شاء الله هذه زين نجي اول شيء شوف اول كلاسيفيكيشن اللي هو البون هايت اول شيء ارتفاع العظم زين اول نقطه نشوفها اول هي اربع كرايتيريا ارتفاع العظم مورفولوجي اوف ذا مان اوف ذا ماكسيلا تحديدا اول شيء ارتفاع بون هايت بالمانديبل تحديدا هسه نشوف ليش ثاني شيء المورفولوجي مال الماكسيلا عافيه هاي اولا صح الشغله الثالثه اللي هي راح نجي الانتر كلوزر ريليشن الانتر ارش ريليشن شيب اللي هي كلاس 1 او كلاس 2 او كلاس 3 تعرفوها هاي مال اورثو كلاس 1 كلاس 2 اللي يكون المانديبل بروترودد والكلاس 3 المانديبل يكون بروترودد زين عيني وبعد النخه اللي هي الاتاتشمنت هسه نشوفها همينة زين اول شيء بون هايت البون هايت زين اول شيء البون هايت راح نشوفها اكثر شيء احنا مين اللي راح نفحصها بالماندبل زين ليش راح نفحصها بالماندبل تتخيلون بالماندبل اوكي صح بس مو بس هاي لا اكو شغله مهمه الماكسيلا ما اقدر اشوفها اشوفها سهلانه ما اقدر احدد الحدود مال الماكسيلا مالتي مو صحيح ما نقدر نحددها زين نفس الوقت حمينا عندنا شنو هنا المانديبل مالتي واضح كونفايند وحدوده كلها بينما الماكسيلا مالتي لا الماكسيلا راح اجي على كرايتيريا ثانيه اللي هي المورفولوجي الماكسيلا حمشي على مورفولوجي على شكلها عرفتوا شكل الماكسيلا اكثر اهميه من ايش قد باقي عظم بيها عرفتوا لان كل ما تزداد المساحه السطحيه كل ما يصير عندي ريتنشن اعلى عرفتوا شلون بالماندبل مين بقى الماندبل بس احنا عرفنا اول خاصيتين اللي هي البون هايت والمورفولوجي البون هايت اجي على الماندبل تحديدا ترى دائما يجي بالوزاري واني بجيبه تحديدا الماندبل البون هايت نقيسه الماكسيلا اشوف المورفولوجي وهي تكون مو اللي بس بالماكسيلا المورفولوجي مال الرج زين نجي هسه شلون اقيس البون هايت بالماندبل بين اقيسه هسه عندكم هذا الماندبل من نابيها القد من هنا من ناحيه القد وين اقيسه من اقيس البون هايت مالته طبعا ناخذ اكثر من قيس رزب شان مين تقيسون يا منطقه عندكم هاي منطقه عندكم هنا منطقه عندكم هنا منطقه عندكم هاي منطقه من الكناين لا انقل مره زين بعد وين من الكناين من الكيناين بعد وين الكيناين الايت بعد وين يعني هسه هاي من اصغر منطقه لكم أصغر شلون؟ من أصغر منطقة لكم؟ لا مو أصغر الأكبر من أقل منطقة ليش تتخيلون؟ ممكن الضغط أنا صرت تنكسر عفوا هي مو تنكسر بس اللي هو التعويض حيكون عليها هي المنطقة شلون تعويض؟ تعويض هنا راح يصير أكثر شيء على المنطقة اللي هسه إحنا إذا
مثلا هسا عندكم هاي الغرفه تصبغوها حيطان كلها زينه بس هذا الحائط مطعون مطعون فد مره هالكان زين هذا الحائط اذا مطعون يصير تنشن صح اذا هذا الحائط مطعون اني اجيب مواد صبغ عاديه لان كل الحيطان زينه لو لازم اجيب صبغ وعلاج وما ادري ايش لان احط ببالي اكو عندي حائط تعبان تعرفوا شنو يعني شنو انتوا عندكم المانديبل كله اوكي كل الحائط ما يخبط 22 وفوق مليمتر بس عندكم منطقه واحده 8 مليمتر زين هاي نقطه ضعف ما يصير اني ابني امالي على شنو على الاغلبيه الزينه صح احنا وي هاف تو بي بوزيتيف اكيد بس وي هاف تو انتسيبيت لازم نتوقع عرفتوا نتوقع مو نتوقع الاسوء انا اتوقع الاسوء لان اني ام تريتينج ماي بيشنت عرفتوا تفهموا شنو لانه مسؤوليته برقبتي فاني اتوقع الاسوء وابدي اشتغل بناء على الاسوء حتى انطي جود تريتمنت عرفتوا ما احط ببالي انه ترى زين هو عنده كلها هاي الاماكن زينه بس هاي مو زينه اوكي صحيح فعلا بس مثل ما هسه صار قال هنا احتمال تنكسر يصير فراكتشر اي فعلا احتمال اني الود على هالمنطقه ويصير عنده فراكتشر احتمال اي ديسايد تو بوت امبلانتس هنا اذا حطيت امبلانتس وما منبهه السيرجن انه ترى هذا كلاس 3 اذا شو نزل يقول لي ليش كلاس 3 اكتب له بالكرايتيريا اكتب له لان عنده البون هايت مالته 8 ملم هو يفس شنو 8 ملم يباوع بالاكسرة اي والله طبعا هاي اكيد هذا احكي لكم انا يعني افتراضيا يعني هو السيرجن هم حيباوع الاكسرة اللي راح يقيس وين يحط الزرعات بس ده اقول لكم زين فشوفوا انا من قلت له كلاس 3 وكتبت بالكرايتيريا يعني مو عندنا بون هايت ومورفولوجي كتبت بالكرايتيريا البون هايت كتبت 8 ملم هو يظل يباوع يدور وين ال 8 ملم شافها قال اي فعلا المنطقة هاي ويك تخوف فما احط زرع احتمال هنا قدامه وما احطه هنا احاول اتجاوز هالمنطقة مثلا بتفهموا شنو؟ او احتمال انا ما الود على هالمنطقة فاحط اسناني لحد الفور او الفايف احنا من حقنا تدرون غير بالكومبليت دنشر مو شرط تحطون للسبب اي تحطون الابريزل تيبل على قد ما بيشنت مالتكم يتحمل عرفتوا؟ واضحة هسه البون هايت؟ اكيد؟ اذا هسه خلينا نشوف هالبون هايت طبعا هي اكو انواع نايس ايدج شوفوا مثلا ايش دنا نعتبر هسه تايب 1 طبعا شوفوها هاي تايب 1 تايب 2 3 4 هاي صار يمكن بعدين انا نفسي مرات انساها اقول هي كلاس 1 لو تايب 1 عرفتوا مو مشكله بس هذه سهله هاي اسهل من هي شنو ما تنسي اللي هي تايب 1 العظم مالتها 21 ملم واكثر تايب 2 16 لل 20 ملم تايب 3 15 11 لل 15 والتايب 4 اللي هي 10 واقل زين هذه هي الكرايتيريا مالتي اخذ اكس راي واقيس من اقصر منطقه بالعظم وين ما ماكسيلا لو ماندبل ماندبل مينلي عرفتوا عيني زين هسه نجي عندنا شنو بقى عندنا هسه المورفولوجي مال الماكسيلا قلت لكم المورفولوجي مال الماكسيلا ما قدرنا ناخذ لها اكس راي ونقيس الهايت مالتها راح نجي على المورفولوجي مالتها تعويض طبعا هسه تشوفون بقيه الاشياء متداخله مع بعض ليش لان المورفولوجي هي مالتها راح اقيسها بقى على شنو حقيس المورفولوجي هسه انتم تخيلوا بيشنت قدامكم الفستيبيولر ديبث ايش قد الفستيبيول مالتها زين الفستيبيولز مالتها ايش قد الديبث مالتها المورفولوجي الشكل مالتها تيبروسيتيز كلش مهمه هسه تجيكم كيسات تنزلون ما عندها هاميلر موجود تيبروسيتي صار بها ريزوربشن زين على فكره الكومبليت دنشر بالابر كلش 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 مهم عندكم المانزلات تيوبروسيتي تنطيكم ريتنشن فيرتيكال وهوريزونتال وتورك تورك يعني الحركه اللي يفتر من تقفل على الهاميلر نوتش اتحداكم اتحداكم اذا يوقع الدنشر زين لذلك لازم بالتريسين من اسوي سبيشال تري مالتي احط تريسين موعدين افوت هالمكان اتاكد قفل لو ما قفل اذا ما قافل لا تحول لا تاخذ فاينل امبريشن حتى لو ما ادري من يقول لكم حتى لو انا قلت لكم حتى لو دكتور سامي قال لكم ابد الحاله انت راح تتحمل مسؤوليتها عرفتوا عيني ابد ابد تتاكدون انه صار عندي قفله هالمنطقه مرات ما تطلع بس تريسينج عادي فشو نسوي نحط تريسينج على الجزء الاخير مكان الهاميلا المايزيلاري تيبروستي بالتراي كلها نحط لغمتها تريسينج نحط بيها ونموعها زين ونحطها بحق البيشنت وندوسها
قنبلة حرك، ابلع مص، هاي الحركات يسويها، بعدين وراها أشيك. المفروض من أرفع الهاندل، بس مو أرفع الهاندل وأشيل خدودة، لا أرفع الهاندل هيك أدفعها لي فوق، المفروض ما توقع، ما يفتح البي يفتح البس هيك يلا يفتح إذا يريد يفتح، عرفتوا؟ هاي يعني أهم صوت تسمعوا ترى هذا يخبر زين؟ ماكو لا ضلي عيد عيد وسعيد راح سعيد منو بقى؟ عيد لا إذا صار زوج شو هذا واحد بس إحنا نحاول عرفتي؟ نحاول إحنا لأنه إذا ما صار عندك مرات شو نسوي مرات؟ ناخذ فاينل امبريشن دينا بعد المره نسوي تيرشري امبريشن عرفتي شلون؟ اكو كيسات صح اذا الحامله النوتش مالته والمنزله رتشيب راستي رايحه فهاي هذه النوتش منزله رتشيب راستي هاي كروس سكشن منزله رتشيب راستي هيك شكلها هاي هسه تحسوها ورا العيد بنساكم هاي الدخله مال اللي ورا العيد صايره هي هاي الحامله النوتش مالتها زين؟ هي هاي اللي لازم تقفل تريدون البيشنت معكم هني رخيفة وانتو أصابعكم حسوها لا تدسوها قوي لأن تأذي حسوها وين صايرة عرفتوا بس كلش مهمة زين والأبسس أوف توراي طبعا إذا عندنا مغزلة تشيبروس شو اسمه سوري إذا عندي تورس بالاتينس هاي مصيبة هاي لأن إحنا نتفول كفرج كل ما الكفرج مالتها يصير أقوى أكبر كل ما يصير عندي ريتنشن أعلى زين عيني؟ سوي يو شيب لها اكو باوع اكو الدكتور محمد البزرقان الله يذكره بالخير هذا استاذنا فهذا بوقتها جرب سوى كومبليت يو شيب تعتمد حسب التورس مالتك اذا كلش كبيره ويوج لا سيرجيكال ريموفر اذا صغيره واقدر اتجاوزها اسوي لها فتشينبر او اغطيها بس اسوي لها ريليف اوكي اذا حجمها بعده بي مشكله اجرب اليو شيب هالسنه اذا جبتكم هيك كيسات خلينا نجرب يو شيب انا لسه ما جربت يو شيب عرفتوا فأنا مستعدة إنه نجرب يو شيب ونشوف رد نسوي عود ذاك الوقت دام يعني نسوي حد وياه أنا بدنا نحصل ريتنشن ونشوف ما خسراني شيء قبل ما ننزل السيرجري احتمال يعني نطلع لنا فد شيء حلو زين عيني زين هسا نجي بس إحنا لي حد هسا الكيسات اللي جتنا كلها للعيادة كلها كان نسوي لها ريليف ترفع منها ريليف كلها لي حد هسا اللي جتنا ريليف بس إذا أنتوا جتكم كيسات شوية مع حجمها أكبر نقدر نجرب اليو شيب ونشوف يعني ترى السيرجيكال بس والله نعمل لو انا ما كنا العام نحول عادي بس قلت لك سيرجيكال كوركشن التورس ما جتنا عرفت بس كل شيء شد احاول الدكتور يوسف كل شيء شد احاول زين هسه نجي تايب اي هناك كان تايب 1 و 2 و 3 مو صح؟ 1 2 3 4 البون هاي هسه المورفولوجي تايب اي بي سي دي اي التايبس مالتها قلنا شوفوا على شنو اباوع الفستيبيلر ديف البلت مورفولوجي شكل البلت مالتنا التيوبروسيتيز الهاميلر نوتش والابسنس اوف تورال هاي كلها نقسمها على اساس انه يصير عندي تايب اي يكون الفستيبيولر ديبث حلو منها عندي ديبث اوكي منها عندي بكالي وليبيالي اوكي البلت مالتي يو شيب ومرتب وحلو الديبث مالتي انا ما اريد في شيب وعميق ولا اريد الشلط زين انا اريد ميديوم ديبث زين الهاميلر نوتش مالتي مبينه لازم التيوبروسيتي واضحه تايب بي سي دي لا يبدي قل صار عندي الفستيبيولر ديبت يبدي قل مثلا من قدام ما عندي ديبت بس بوستيرير اكو هاميلر نوتش مالتي مو كلش واضحه عرفتوا؟ الى ان اوصل الاي الاي حتى يكون بيها تورس همين زين الاي زين حتى تورس هم يكون بيها زين عيني؟ هسا نجي مصل اتاتشمنت مصل اتاتشمنت بالماندبل اونلي ليش بالماندبل اونلي المصل اتاتشمنت تخيلون عافيه الموفمنت لانه عندي انا عندي تانك وشغله ثانيه احنا الفستيبيولر ديف قسناه بالشنو الفستيبيولر ديف شلون قسناه بالماكسيلا قسناه احنا الماكسيلا قسنا بالفستيبيولر ديف وقسنا به بعض الاشياء الاخرى المورفولوجي اللي هي البلت والبريزنس مال التورس مو صحيح وقسنا به ماكسيلاري تيوبروسيتي والهاميلر نوتش فقسناها احنا ماكو داعي هسه بالمصل اتاتشمنت ارجع اعيد عرفتوا؟ نجي المصل اتاتشمنت عندي المنتالس الجينيوغلوساس المصلز اللي هي موجوده تحوط هاي المنطقه اللي يسوي ديسلوجمنت التانك نفسه هو عباره عن مصل مو صحيح؟ نجي هسه اول شيء هم عندي تايب اي بي سي دي نجي هسه شنو هنا
تايب اي عندي المصل اتاتشمنت مالتي كلش اوكي، الفاسيبولار ديث مالتي اوكي ما عندي بيه مشاكل، الديورين فانكشن ميديس عندي ديسلاجمنت بالدنشر لانه الفاسيبولار ديث مالتي كلش اوكي. زين عيني من يبدي يصير عندي، طبعا هو هذا دليل على ريزوبشن، من يصير عندي ريزوبشن صار عندي ريزوبشن بالبونش حيصير عندي عافيه المصل اتاتشمنت راح يصعد مو صحيح؟ فهي هيك همين علامه على شيء اخر. تشوفون التداخل بيناتهم ماكو شيء صافي، ماكو شيء هيك تقعدوا هنا، يعني مستحيل واحد يكون البون هايت مالته اي تاي او يعني 1 والمصل اتاتشمنت مالته يكون سي او دي مو صحيح؟ بتلاحظون؟ بس شنو هنا انا من اني اكتب البون هايت مالته مثلا تايب 1 تايب 3 مثلا، من كتبت انا تايب 3 راح ابدي افصل، لان هنا أنا مثلا الاي هو طبيعي، البي لا راح يصير عندي شنو؟ الفاستيبولار ديث حيكون من قدام اوكي، بوستيريور راح يصير بي مشكله. التايب سي راح يصير شنو عندي؟ لا يصير لي ماضي همينه. تايب اي راح يصير وهكذا، عرفتوا؟ يعني شنو منطقه راح افقدها؟ بوستيريور ما عنده فاستيبولار ديث زين، بس بكالي. بعدين صار عندي بوستيريور ولينجوال، بعدين صار انتيريور وياك، عرفتوا؟ فصار عندي والميوكوزا مالته فلابي تشو، صار عندي اذا فلابي تشو صارت الحاله بعد زادت اكثر. والشغله الثانيه هم كلش مهمه، اي طبعا اكيد اذا فلابي تشو منطقه على امتداد كبير وما اقدر اسوي له ريليف. على فكره احنا بالبروستاتيك هسه تشوفوها مو ضعفا، وانما نحاول قدر الامكان ما ندز البيشنت العمليات. يعني شنو؟ اني هسه تشوفوها احنا شو نسوي؟ نحاول نسوي موديفيكيشن بالتريتمنت بلان على مود ما ندز البيشنت مالتنا يسوي سيرجيكال كوركشن. عادة مرضانا يجون كبار بالعمر، احنا عياداتنا نريد مثلا نخلص على شرط ما نخلص ما ناثر على العلاج للمريض. زين صح، انتم اولا كمؤسسه تعليميه بس لازم نعلمكم انه البيشنت يصير اولا بالشغل اللي انتم تسووه، ما افكر بالدرجه ولا افكر شلون ارضي الدكتور. زين ولا افكر انه ايضا اخلص قبل نص السنه، انا اذا مقصره بشغلي فكل اللي تسووه انتو لا شيء. زين واسالوا العام همين الطلاب، يعني انا زعلت منهم وهم هم زعلوا مني لانه كان هدفهم بس درجه بس يخلصون. زين بس يعني ما اعتبرهم اطباء ناجحين، وهم بعدين ينجحون اكيد يعني بس بالمقاييس اللي الانسانيه هم لا شيء. زين عيني فشنو هنا البيشنت مالتنا؟ قلت لكم راح يجيكم انتو بيشنتس وراح تشوفون هذا عنده هنا فلابي تشو. ايش حاقول لكم اني؟ اقول لكم بس ذكروني بالفاينل امبريشن، من تاخذون البرايمري امبريشن جيبوا الكاست حتى اراويكم شو نسويها. او مرات بالبرايمري اقول لكم لا تاخذوها بالامبريشن كومباوند، امبريشن كومباوند هي ميوكو كومبرسيف امبريشن ماتيريال، يعني تضغط. راح شو اقول لكم؟ اقول لكم اخذوها بالالجينيت. ليش؟ انه هاي ماده ميوكوستاتيك على مود لا تضغط على التشو. راح تجيبوا لي اياها الطبعه تقول لي الدكتوره هيك صارت، راح ارسم لكم عليها رسم اقول لكم حطوا هنا واكس وسوي سبيشال تريس سوينا لها ريليف. زين وهكذا، ويوم الانسرجن هم راح ننتبه انه هاي المنطقه لازم نسوي لها ريليف. من تسوون بالفلاسين اقول لكم حطوا فويل هنا، عرفت شلون؟ القصد شنو؟ انه راح نسوي موديفيكيشن بالتريتمنت بلان على مود نجنبه انه يروح عمليه سيرجيكال كوركشن. مو كل شيء راسا نروح عمليه ابد راح نحاول نتجنب ايش قد ما نقدر. زين راح نحاول انه نتجنب هاي الاشياء ايش قد ما نقدر. زين فاحنا هنا السلام عليكم. السلام عليكم. زين هسه نجي شنو عندنا همينه؟ هسه رابع كرايتيريا. زين كرايتيريا طبعا هي جمع كرايتيريا هي مفرد فوري. رابع كرايتيريا شنو هي؟ ماكسيلو مانديبيولار ريليشن شيب. شنو اهميتها؟ ليش مهمة بالسنترال؟ عافية. وشنو المشكلة بالسنترال؟ احنا بنشتغل كومبليت دنتشر، شنو المشكلة؟ اوكلوجن. عافية علي وعافية كلكم. زين ليش انا عندي صار اوكلوجن؟ ها ايش بيك؟ متفاجئ فيك. لا ليش؟ دي يركز عوفا هسه فقط تأكيد من وراء شاطحين هاي السنة. ان شاء الله ان شاء الله دكتور مقوره 2019 ان شاء الله. يلا عيني هسه نجي لا بعرف سهل ان تقروها المحاضره تجيكم جريده ان شاء الله راح تشوفوها صعبه بس ممكن تفهموها هسه
هسه يعني واحد اهم شيء يعني انكم تفهمون الفكره العامه من عندها زين، انه ليش انا دا اصنف، افتهمنا ليش دا اصنف، يعني مو عبالنا بس انه هو بس البارشل يصير كلاس 1 و 2 و 3 و 4 الكومبليت همينا على اي اساس راح اقيسه، ماكو اسنار اقيس على اساس، اكو قياسات اخرى اقيس على اساسها بس افتهمناها. اخر مقياس اللي هي مازلو مانديبيلر رجل ريليشن شيب زين، هو ما عنده اسنان فانتم من حد تقولوا له للبيشنت سد ما عنده فيرتيكال ستوبر مو صحيح؟ انا شو اسوي مرات احط اصابعي اثنين شويه افتحها اقول له حجي سد على ايدي شويه يسد عليها اقدر اخذ فد فكره. وعاده ما تبين هي الريج ريليشن شيب الا بيوم السنتريك، من يصير عندنا واكس بايترن واكس وهذه دا اثبت راح يبين عندي الريج ريليشن شيب مالتي زين. هو عاده ايش حيصير عندي، منو حيكون حجمه اكبر، الماكسيلا ولا الماندبلا؟ اكبر بالكلاسيفيكيشن يعني هسه انت عندك لا لا باعتبار متحرك، لا مو لانه متحرك اكيد الماندبل. ليش اكيد الماندبل؟ كحجم ليش الماندبل يعني كل ما يكبر الانسان بالعمر الماندبل يكبر اكثر، المارزل الباتر ريزوبشن مالته انورد ايه عرفتوا انورد ابورد بحيث تشوفون ان الرج مالته تبدي تقل الهايت مالتها والعظم مالته راح يكون هيك بالداخل. ليش تتخيلون الاسبونج بون يصير يتحد زين، احنا البون هسه شايفين مثلا انه اذا صار ضغط عليه يذوب هذا المكان. فهل الماندبل متحرك بالماكسيلا؟ لا. الماكسيلا العظم ما تذوب للداخل، الماندبل. تعيش؟ لا. دكتور الفيشل هيش المصل هيش؟ اي اوكي، زين الماندبل هم يبي فيشل مصل، بس شنو اللي دي يصير؟ ليش الماندبل ما يذوب للداخل؟ تانك. زين؟ عافية ذاك زين التانك. التانك موجود عندي، التانك ايش حيسوي؟ شنو اللي بدعونه؟ زين. التانج عندي موجود، بما انه التانج موجود راح يعادل القوى او يكون هو اقوى من الفيشل ماسلز، خاصة ويا الكبار بالعمر الفيشل ماسلز التونسيتي مالتها تقل، لذلك يصير تجاعيد والعياذ بالله. زين عيني ليش تصير تجاعيد وهاي؟ لان التونسيتي مالتها تقل، عرفتوا عيني؟ فشنو التانج بس التانج يبقى عضلة قوية لانه يستعمله بالحكي باللغوة بالاكل بكل شيء بالبلع زين، فيبقى التانج اكتف زين. لذلك نشوف الماندبل مالتي الريزوبشن مالتي الباتر مالتي يكون بالاوتورد بينما الماكسيلا يكون انورد، عرفتوا؟ زين. وعندي بعد اسباب اخرى همين، المهم هسه انا صار عندي الماكسيلا تصير بيها تصغر بينما الماندبل يبدو اكبر، هو مو اكبر وانما هو صار عنده الريزوبشن مالته من الداخل فيبين انه هو دايفرس اكثر، بينما الماكسيلا مالتي هي اصلا يصير بها ريزوبشن انورد فتبين اصغر صارت مقارنه. عفية لا هو من يسد هيك يصير هاي الحركه هاي ما عنده فيرتيكال ستوبر، لذلك يجيك مرات واحد صغير بالعمر عمره بالثلاثين بالعشرين بس ما دام ما عنده فيرتيكال ستوبر بوستيريور مشلعها عنده هذا اللوك مال كبار بالعمر من يسد هيك سنونه هيك حلقه لان فيرتيكال ستوبر ما عنده. فالفيرتيكال فيشل هايت الثيرد الاخير الفيشل هايت مالته يكون رايح لوست، عرفتوا؟ ديكريز يصير فيبدو عليه انه هو كبير بالعمر بس هو مو كبير بالعمر وبس تلبسوا له دنتشر او تسووا له فيرتيكال ستوبر شكله كل شيء يتغير رجع شباب يعني اي بالضبط بحيث صدق يعني يعتبركم الهه هيك يقدر ما يفرح ما يصدق انه في ديفايس بسيطه صار عنده ريستورينج للفيرتيكال دايمنشن باللور زين عيني باللور فيشل هايت. بعدين هسه شنو عندي بالكبار بالعمر يصير عندهم كلاس 3 معظم الاحيان يصير عندهم كلاس 3 ريج ريليشن شيب زين، معظم الاحيان كلاس 3 ريج ريليشن شيب ما راح نلقى كلاس 1 هوايه، راح تجيكم كلاس 1 كلاس 2 ما راح تكون عندكم هوايه الا نادرا بس تجي همينه مو ما تجي، بس كلاس 3 اغلبهم تشوفون انه من تقعدون الابر على اللور اخذتوا له سنتر وطلعتوا له البايترم ريكورد بيس من حلقه والبايترم تشوفوها اشو عبالك هيك معوجه، هي مو معوجه هي لين عند الماكسيلا اصغر من الماندبل فيصير عندك كروس بايت، عرفتوا؟ بعدين نصفطه نحطه على الارتكيليتر. وليش قلت لكم ليش هاي اعتبروها كرايتيريا من ضمن الاشياء اللي اصنف بيها الديفيكولتي مال الكيس مالتي، يعني كلاس 1 ايش حتفرق عن كلاس 3 عن كلاس 2؟
يعني بيشنت اجاكم العلاقه بين الابر ولور ريجز كلاس 1 واحد اللاق لا عنده كلاس 3 او كلاس 2 ارينجمنت مالتي زين شو المشكله الارينجمنت خلاص اسوي لها ارينجمنت مثل ما هي ريتنشن زين احنا قلنا ريتنشن ايش حيصير عندي اي ريتنشن راح يروح خلال الاكل مو صحيح زين مثلا هسه احنا كلاس 2 هيك صارت العلاقه بين اسنانه كلش هذا راجع عنده انطينا له احنا الاكل مثلا ده ياكل هو رجع للبيت ايش حيسوي يريد يقطع اللقمه مو صح قرب المازل مان السازل اجز مال الابر واللور على بعض وده يريد يقطع اللقمه مالته وصار عنده سلوجمنت مو صحيح شوف شلون هنا صار عندي مشكلة صار عندي صفات للأسنان بس تصفية الأسنان ما تبينا أن على العلاقة بين الأبر واللور ريج مالتي أثرت على الريتنشن مو صحيح؟ لذلك الكلاس 1 هي أسهل الكيسات كلاس 2 وكلاس 3 هي كيسات ديفيكال مش بس كيسات صح سهلة تصفيتها سهلة بس ديورينج فانكشن بحق البيشنت حصل مزعجة عرفتوا؟ عندنا حلول راح أشرح لكم إياها كلها بالمحاضرة الجاية زين فالمحاضره الجايه كلش تكونوا مصحصحين جيبوا اوراق واقلام اذا تحبون حتى هم كل سهله كلش كلش سهله بس شنو يعني انا نفسي من كنت اشرحها قبل 4 سنين المحاضره هذه اول مره من كنت اشرحها كنت ادوخ شلون اوصلها لكم وراها شفتها كلش سهله وسخيفه بس يراد لها افتهم شنو فكرتها 1 2 3 بالبوستيرير 1 2 3 بالانتيرير عرفتوا عيني بس الفكرة عليكم تعرفون إنه تصفيطة الأسنان حنكون محتارين إحنا بين فانكشن وبين استاتيك وفوناتيك زين استاتيك وفوناتيك تقول إنه لازم أحط الأسنان مثل ما هي بس بالفانكشن لا مثلا إذا هو كلاس 3 زين وقدمت الأسنان مالتي الأبر أقدمها إلى حد ما عرفتوا أقدمها على مود تصير عندي الاستاتيك حلوة مو صحيح قدمت الاسنان بس صارت الليبيال تيث الانتيريور تيث صارت مو اون ذا كريست اوف ذا ريدج مو صحيح شوفوها يعني انا وين اريد احط الاسنان مالتي علي الاسنان مالتي اريد اصفطها اون ذا كريست اوف ذا ريدج ليش لازم على الكريست اوف ذا ريدج عفوا حتى اللود مالتي يتوجه صح لو انا تخيلوا هنا لو انا هذا السن هنا حاطته الدسلوجمنت اذا حاطه انا السن هنا من ياكل البيشنت ايش حيصير عندي من حياكل ايش حيصير الفورس راح تتوجه غلط اول شيء ادي ثاني شيء الدسلوجمنت ما هذا مو سبورت هذا ما ينتهي سبورت راح يزحلق الدنشر من عنده فاذا هو كلاس 3 بيشنت مارتي هذا راجع مالته كلش المالته المالته مو مالته كلش بروتودد زين بيجي حاله انا شنو اريد اضيفه استاتيك حلوه وفورتك حلوه راح اقدم الاسنان ليبيضي اقدمها شويه على مود تنطيني استاتيك لب سبورت احول شكله من كلاس 3 احوله الى كلاس 1 زين بس راح تاثر على الفانكشن بكلاس 3 نفس الشيء هم نفس المشكله فهنا انا اكون في حاله صراع بين شغلتين بين استاتيك وفوناتيك لو ريتنشن عرفتوا عيني هذه ريتنشن صح الى حد ما لذلك شنو يقول لك انه بالكلاس 2 و 3 يكون التركيز على الاستاتيك والفوناتيك اكثر من الريتنشن بس مو الى درجه انه اثر على الريتنشن مالتي اذا ياثر على الفانكشن لا يعني انت هسه تقدر تحرك بالاسنان مالتك الابر تحركها الى حد ما الانتيريور تحركها بس شنو ما تقدر تحركها للدرجه اللي انت تريدها زين الدرجه اللي هي استاتيك المطلوبه احتمال تصير شغله مستحيله بالنسبه للفانكشن زين فهنا لازم الموازنه صعبه وهنا تشوفون نقول هذا التكنيشن زين وهذا مو زين او هذا التكنيشن اني ارتاح وياه وهذا ما ارتاح وياه عرفتوا ليش لانه هي شغله بريفرنس ما عندك كتاب يقول لك هيك يسوي هسه حتى تشوفون الحلول عندكم هوايه حلول وانتم تختارون على فكره مو بس انتم تختارون مرتب بعد لازم يختار وياكم عفوا بيشنت يعني اكو بيشنت هو متعقد من الدنشر ما تقول يقول انا ذاك الدنشر ما كان مبرز شفتي من البسه عبالي هوايه بيشنت العام او دائما دائما يجون يقول يعني انا ما من البس الدنشر ما عبالك لابس دنشر عبالك ما عندي اسنان عرفتوا فش نستعمل لبيتش حالة إحنا ليش نسأل هيستري أو بريفيس عفي أسنان كبيرة وفيرتيكال احتمال أرفع شوية نسوي فتشي فتشي بالكي شوية حتى يبين زين وبالترايل كلش مهمة خطوة الترايل يعني ما تصدقون إيش قد مهمة مرات الترايل نعيدها مرتين وثلاثة إلى أن نتأكد إنه البيشنت مقتنع مو لأنه مرات أكو علميا هي صحيحة بس البيشنت هو ده لسه ما مرتاح فيه عنده شغلة ما عاجبته بالدنشر عرفتوا هو باله
بشيء معين اذا وذن وذن ساينتفك لوز هذه الاشياء اللي اسويها. عرفتوا عيني؟ واضحه المحاوره اللي هسه؟ الخلفي عندك شنو قلنا اهم نقطه؟ عفين هاي نانوتش مازلاريتي بروستي هاي اهم شيء عندك. بعد ما عندك من هنا مو مشكله. ليش رياضي اكيد انا احتاج حتى توازن الهامي لرنوتش والمازلاريتي بروستي. يعني انا بالنسبه لي اتمنى اكو هاي المنطقه عندك فيها بس اليوم زينه وعندي هامي لرنوتش هاي الابر في امان الله. عرفتي؟ تمام؟ اكو سؤال لحد هسه؟ المحاضره الجايه راح نشرح الارنجمنت مال الاسنان بهاي الحالات. ترى كل شيء فتحنا بروز على الجدول يعني نمشي بعد؟ انا هذا اللي اعرفه بس هو 8:30 محاضرتنا ترى. بس ما ادري ما حد اجى قال لي او هاي فاني جايه كنت. احنا بعدين احد بدي دوام بعد مباشر.